هنحتاج ايه في البيتزا الكونو؟ ممكن تحتاجوا كل ما تتخيلوا، بمعنى كل ما نتخيله انه اي حاجة احنا عايزينها ممكن نعملها في البيتزا الكونو. هاخد صلصة الطماطم بتاعتي طبعا تأكيد، خلوني اطلع صينية. كمان انا هنا واخدة زيتون، تونة، ريحان، سلامي، سوسيس، ايه تاني، فلفل ومشروم، مشوحاهم على طاسة. السوسيس كمان انا مشوحاه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخد الكونو بتاعي بالشكل ده اهو، هحط فيه الصلصة اللي احنا عاملينها، ما نحطش كتير. بصوا اهو بالشكل ده اهو، نفس الطريقة دي. تمام، هاخد قطعة من التشيز، زي مثلا هاخد تونة وهزق بإيدي أو بطرف المعلقة، هاخد شوية من الزيتون، هاخد، عايزة هوريها لكم، هرجعها مكانها دلوقتي حالا، هاخد هنا شوية وهرجع أعمل إيه، أعملها كده بس كده، نحطها. عايزين بقى نزينها ممكن نعملها بالشكل اللي احنا عايزينه، ندريها بسلامي، نقطع زيتون ونحطه زي ما احنا نحب، بس انا عايزه اعمل كل حاجه لوحدها او كل واحده وشكل. هحط فيها هنا، اعذروني، شويه من التونه تبقى لجوه، واقوم حط عليها شويه بس بسيط خالص، وهعملها بالشكل ده. خليها تبقى، خلوني اعمل لها افكر لكم في حاجه دلوقتي حالا، استنى. هعمل لها بس زي المسند بالشكل ده عشان ما تنزلش معايا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هاخد هنا الصلصه اهي، نفس الفكره، شوية كمان. ناخد ايه المرة دي؟ خليني اخد فلفل، اخد، يلا 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 يلا، عايز اقول لكم تبقى حلوة جدا جدا، بمعنى جدا. هنعملها كده واقوم عاملة كده، وفين شوية من الصلصة، ونسندها بالشكل ده. تعالي اهو، شفتوا بتخرج بسهوله جدا العجينه بتاعتي في الاخر. هعملها كده ونعمل سلامي بالطريقه دي. هاخد شويه من الزيتون الاسود، هاخد جبنه، هاخد زيتون، هاخد سلامي، بس عايزة اعمل حاجة، خليني اعمله بس بايدي كده، ونرجع ناخد الزيتون بتاعنا اللي وقع. هاخد السلامي بالشكل ده اهو، وهاخد تاني تشيز وشوية من هنا. فاضل لنا كده ايه؟ فاضل لنا كون واحد نعمل فيه ايه؟ قولولي يلا. مش عارف نغير. هو صغنطوط اصلا، والتونة تقريبا تقريبا سمعت تونة فعمل تونة صح؟ وهاخد التشيز بتاعتي ونعملها كده، وهزود لها حتة بس كده بالشكل ده. يلا يلا يلا.